وحياة أمك، وحياة أمك اللي علمك الأدب. ارجع ورا. تعرفين إن شكلكوا حلو قوي؟ كفاية كده، كفاية. أقفي أقفي. روحي هات الصندوق الحديد اللي هناك ده. روحي. أيوة ده. أنا كنت بحترمك من ساعة ما جيت. ليه تذل نفسك كده؟ غلطان ها؟ غلط. عادي. كلنا بنغلط. بس المهم مين يعرف يصلح غلطته. حط هنا. حط هنا. روح اقعدي جنبه. لو سمحت انت كده خدت كل الفلوس اللي انت عايزها. انا مش عارفه انت عايز ايه تاني. ارجوك بقى اكلم اللي معاك خليهم يسيبوا الولد. صدقني انا مش فارق معايا خالص كل الفلوس دي. انا ممكن اديك قدها مليون مره. بس هو ملوش ذنب. وصدقني اي خلاف بينك وبين فارس انا مستعده احله واعوضك عن اي حاجه حصلت. لا، ما هو اللي عمله فارس ما يعوضنيش عنه الفلوس. انا عايز منه حاجه تانيه خالص. مفيش. انت مش طبيعي. فلوس منظرها حلو قوي وبتتحرق. بص منظرها حلو ازاي؟ حلوه صح؟ انت مجنون يا راجل؟ اه مجنون صح؟ انا ما شفتكش قبل كده ولا في اي عداوه بيني وبينك. مين سلطك عليا؟ قول لي. قول لي وصدقني هديك ضعف اللي ممكن هديهولك. بجد؟ يعني لو قلت لك انا عايز ايه هتديهولي؟ اللي انت عايزه. بس ابني. اي حاجه؟ ابني يرجع. يعني لو قلت لك اي حاجه هتعملها لي؟ تنبحك يالا. قومي. بقول لك ايه؟ شوف انت عايز كام فلوس يا ابني. طب يا ابني اقعدوني. بقول لك ايه؟ لا، عشان خاطر بالله عليك وحياة اغلى حاجة عندك. شوف انت عايز كام فلوس وانا هديك. اي حاجة انت عايزها وحياة اغلى حاجة. لا شوف انت عايز ايه هديك. عايز مليون، عايز اتنين، عايز تلاتة. لا يا مش هقرب منك بس ده انا هبسطك خالص. انت بتعمل ايه؟ ارجوك ما تاذنيش. انا ما عملتلكش حاجه.